يعود ظافر العابدين مرة ثانية إلى مهرجان البحر الأحمر، فهو بعد ما قدم بالدورة الأولى تجربته الأولى كمخرج لفيلمه غدوة واللي لعب فيه دور البطولة أيضا، يعود هذا العام كمخرج فقط ويقدم العرض العالمي الأول لفيلمه الجديد إلى ابني. بدور المخرج عمرو سلامة يعود للمرة الثانية لمهرجان البحر الأحمر، فبعد ما ختم الدورة الأولى من المهرجان بفيلم بر المنهج، يعود هذا العام بفيلمه شماريخ اللي بيلعب بطولته آسر ياسين وأمينة خليل بمشاركة خالد الصاوي ومحمد ثروت وآدم الشرقاوي وغيرهم. نادين لبكي أيضا ستكون نجمة مهرجان البحر الأحمر بدورته الثالثة، فبعد ما دخلت العالمية كمخرجة من خلال فيلم كفر ناحوم اللي وصل للقائمة الأخيرة للفوز بجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم أجنبي، تعود هذه المرة للسينما العالمية ولكن كممثلة، حيث تشارك بفيلم باك تو ألكسندريا للمخرج السويسري تامر رغلي وبمشاركة الممثلة الفرنسية فاني أردانت. ومن النجوم العالميين المشاركين بدورة هذا العام جوني ديب من خلال فيلمه جوني دوباري والذي كان عرضه الأول في افتتاح مهرجان كان السينمائي وشكل عودة لجوني لعالم السينما بعد ما شغل الجمهور بأخباره الشخصية ومحاكمته الشهيرة مع زوجته السابقة أمبر هيرد. كما سيتم عرض فيلم نورا للمخرج توفيق الزايدي وهو أول عمل تم تصويره بالكامل في منطقة العلا بالمملكة العربية السعودية. واختار مهرجان البحر الأحمر في دورته الثالثة عرض مجموعة من الأفلام للمخرجين المرشحين للأوسكار، من بينهم الفيلم التونسي بنات ألفا للمخرج كوثر بن هنية والفيلم الأردني إن شاء الله ولد للمخرج أمجد الرشيد. شوف هقول لك، هذا بيتي ومش بايعته وغير هيك ما عندي. أيضا الفيلم الباكستاني إن فلمز للمخرج زرار خان. فيلم الماليزي المرشح للأوسكار للمخرجة أماندا نيل-إيو تايجر سترايبس. والفيلم البلجيكي أومن للمخرج بالوجي.